الله المحاضرة الثانية في مساق الفقريات لدراسة شعيبة الرأس حبليات صب فايلم سفالو كرداتا. بتضم هذه الشعيبة حيوانات صغيرة سمكية الشكل، يظهر فيها بوضوح الصفات المميزة للحبليات، وهي حيوانات بحرية تعيش في المياه الضحلة. والمثال النموذجي لهذه الشعيبة هو التهيم. التهيم انفيوكسوس هو حيوان صغير الحجم حوالي من 5 إلى 7 سنتي، بيعيش في الماء، يدفن نفسه بالرمال أثناء النهار وينشط ليلا، ولا يظهر إلا الجزء الأمامي الذي به الفم، وهو يشبه السهم حيث أن مؤخرته مدببة ومقدمة جسمه به لوامس أو بها لوامس تعرف بالذئبات الفمية، كما هو واضح في كفة اليد. طبعا الجزء الأسود هو الحبل الظهري، والحيوان شفاف ممكن رؤية اللي هو التركيب الداخلية من خارج الجسم. الجسم سهيم منضغط من الجانبين، وفي ثلثي الجزء الأمامي للجسم يفلطح السطح البطني مكونا ما يعرف بالثنيتين الجانبيتين، وتوجد الزعنفة البطنية عند نهاية الثنيتين وتمتد خلف الجسم حتى فتحة الشرج، والتي تبدأ بعدها الزعنفة الديدية والتي تستمر على الجزء الظهري من الديد. من بعدها للأمام توجد الزعنفة الظهرية والتي تمتد أماما للبوز. لا يحتوي السهيم على زعانف مزدوجة، ويتحرك من قباض وانبساط العضلات المحيطة بالجسم والتي هي على شكل رقم 7، رأسه متجه إلى الأمام. جلد السهيم من النوع الناعم لعدم احتوائه على هيكل خارجي، أما الهيكل الداخلي يتكون من الحبل الظهري الذي يمتد بطول الحيوان، وهو يتكون من خلايا يحيط بها نسيج ضام جيلاتيني وغلاف ليفي. زي ما انتم شايفين اي قطاع طولي في السهيم، هنا الذئابات الفمية، هنا المناسل، وهنا اللي هي القطع العضلية على شكل حرف V رأسه إلى الأمام، هنا الفتحات الخيشومية، هنا الحبل العصبي فوق الحبل الظهري، هنا الأمعاء، هنا الكبد، هنا الفم. هنا واضح جدا سهيم وهو شفاف، هنا الذئابات الفمية، هنا الفتحات الخيشومية، هنا زي ما انتم شايفين الفم، هنا الحبل الظهري والقناة العصبية، فتحات الخيشومية والمناسل، وهنا قطع من العضلات. هنا كذلك واضح هنا اللي هو التجويف الفمي والذئبات الفمية، هنا الحبل الظهري، هنا الحبل العصبي، هنا الفتحات الخيشومية، هنا الزعنفة الظهرية. جدار الجسم يحد جدار الجسم من الخارج البشرة التي تتركب من طبقة واحدة من الخلايا العمودية، تضم فيما بينها خلايا مفرزة للمخاط، تغطي البشرة بطبقة رقيقة من الجليد أو الكيوتيكل. أسفل البشرة توجد الأدمة أو الديرمس، مكونة من طبقة ضيقة من نسيج ضام تسمح شفافية جسم الحيوان بمشاهدة بعض البنى والأعضاء الداخلية، فتظهر تحت اللحافة الجلدية وعلى جانبي الجسم الطبقة العضلية المتقطعة والمتجزأة، حتى تبدو على هيئة قطع عضلية مرتبة في سلاسل روى عددها ما بين 55 و62 شفعا أو قطعة، تسمى بالقطع العضلية. لكل منها شكل حرف V يتجه رأسه نحو الأمام، وتنفصل هذه القطع العضلية بعضها عن بعض بحواجز من النسيج الضخم، وهي الفواصل العضلية. الهيكل يتركب الهيكل أساسا من الحبل الظهري نوتوكورد، وهو تركيب طويل عصبي كما أنتم شايفين في الصورة، بيمتد بطول الجهة الظهرية للجسم فيما بين النهايتين المدببتين للحيوان، وهو يتركب من خلايا كبيرة ذات تجاويف تكتنز بمادة سائلة
يكسب الجسم درجة من الصلابة، وبالإضافة إلى الحبل الظهري توجد أجزاء هيكلية أخرى مثل الأشعة الزعنفية التي تدعم الزعانف، تتكون من نسيج ضام. وكذلك فإن كلا من اللنس والفمية والدؤوبات الفمية والخياشيم تدعمها تراكيب هيكلية خاصة. الجهاز الهضمي وطريقة الاختداء. منطقة الفم تحاط بجدارين جانبيين يشكل ما يسمى بالقلنس والفمية، والتي تحمل على حافتها زوائد فمية لها وظيفة حسية، كما أنها تتشابك معا لتمنع دخول حبات الرمل إلى السهيم، كما أن حركة هذه الزوائد تؤدي لتيار من الماء لدخول الغذاء والأكسجين للحيوان. والقلنس والفمية تحيط بتجويف يسمى بالدهليز، والذي يحد من الخلف النقاب أو البرقع، لأنه في فتحة واحدة وهي فتحة الفم اللي بحيط فيها زوائد برقعية أو نقابية من ناحية بلعوم. أما الجهة الأمامية للنقاب يوجد عليها زوائد أصبعية الشكل تسمى العضو العجلي، ويغطي سطحه أهداب طويلة كثيرة الحركة تسبب في عمل تيار للماء ليدخل القلنسوة ومنه للفم. وأعلى القلنسوة توجد حفرة هاتشكوك، وهي أغلب الظن أنها عضوة للتذوق، ويفتح الفم في البلعوم والذي قد يصل لمنتصف الجسم، وجوانب البلعوم بها فتحات مائلة تسمى الفتحات الخيشومية، والتي تنفصل عن بعضها بالعوارض الخيشومية. أما قاع البلعوم يسمى بالقلم الداخلي أو الإندوستيل أو الميزاب البلعومي، وبه ميزاب أو خدود يحتوي على أهداب وأربع مجموعات غدية تفرز المخاط، بيساعد على التصاق الطعام، وبتعمل الأهداب على دفع المخاط والغذاء الملتصق إلى الأمام حتى الشريط حول البلعومي، والذي يحمي الأهداب تدفع الطعام لأعلى البلعوم، حيث يوجد ميزاب فوق بلعومي بيمتد بطول سقف البلعوم، وبه أهداب تدفع الطعام للخلف جاه المريء. كذلك العوارض الخيشومية تحتوي على أهداب تدفع الطعام لأعلى جهة التيار المتولد من الميزاب الفوق بالعومي، ومنه يبدأ المريء وهو ضيق، وينقل الطعام لمعدة أكثر اتساعات، والتي يخرج منها كيس غدي على الجانب الأيمن للبلعوم مكونا الأعور الكبدي، وهو يمثل الكبد في الفقريات، ويمتد خلف المعدة أنبوبة مستقيمة تمثل الأمعاء، والتي تفتح للخارج على الجانب الأيسر من الحيوان على الزعنفة البطنية على فتحة الأست. ويحيط السيلوم بالأمعاء من كل جانب إلا الجانب الظهري، حيث توجد المصاريق تحت الجهاز التنفسي، ويتم التبادل الغازي في السهيم عن طريق الجلد والفتحات الخيشومية، والتي تكون معرّة في الطول الجنيني. أما باستمرار النمو تتغطى بغطاء البهو، والذي يشكل تجويف البهو ويفتح قبل الزعنفة البطنية بفتحة البهو. جهاز تنفسي.